عليك. ايه ده، انتوا جايين منين؟ ابدا، اصل احمد بيه عزمنا على العشاء، كنا عايزينك معانا. طبعا القعده ما تحلاش من غيرك. ده احنا وصلنا لغايه المكتب عندك، وبعدين اكتشفنا ان التليفونات كلها معطله. انت كنت فين بقى؟ واحد صاحبي والده توفى، رحت عشان اعزيه. لا اله الا الله، بخال الله، طول عمرك صاحب واجب. ايوه، احنا هنفضل واقفين كده؟ اتفضل يا جنرال. لا اتفضل. فين المره دي بقى؟ سعادتك اللي هتفضل عندي، انا موظف القعده والهوانم ان شاء الله معانا، مش عايز اقعد لوحدي. يا ريت تجيبهم وتحصلني. اتفضل. السنة دي تطرى جنب بعض كده. مظبوط. انت بترص في ايه يا جنرال؟ اخر دور اللي ما كملناهوش. وسعادتك فاكر ان انت الوحيد اللي بيفتكر بس؟ لا، في غيرك ما بينساش برضو. اظن هي كانت كده. مظبوط صح؟ صح. حتى بالاماره اخر لعبه سعادتك لعبتها انك كلت الحصان بتاعي بالفيل بتاعك كده، صح؟ صح. في الحاله دي يا معلم يبقى انا هاكل الفيل بتاعك بالعسكري ده. اتفضل العب ابراهيم بيه. على فكره بلغني ان سعادتك فكرت تشتري البيت بتاعنا ده من ولاد الجيار. لا، دي كانت فكره بس خلاص غيرت رايي. حتى لو ما غيرتش رايك، وحتى لو ما كانتش مجرد فكره، انا كان لا يمكن هسمح لك اطلاقا انك تشتريه. ليه بقى؟ ليه؟ ده سؤال يا راجل. انا البيت ده بعتبره حته مني، كل ركن فيه ليا ذكريات فيه. ولادي كلهم اتولدوا هنا واتربوا هنا. انا بحس ان انا الوحيد صاحب الحق في البيت ده، محدش غيري اطلاقا. ولو اني لفترة طويلة ظليت اخشى ان حد يجي ويجيب معاه فلوس من حد قريبه من الخارج ويفكر يهد البيت ويقيم مكانه برج ولا حاجة بدعوة ان دي فلوس استثمار اجنبي يعني. لا، انا ما بقيتش افكر في الموضوع ده دلوقتي خالص. حلال عليك البيت. ربنا يخليك، بس مش دلوقتي. بس لا دلوقتي ولا غير دلوقتي، دي مساله منتهيه نهائي. العب ابراهيم بيه، العب. ده واضح انك سرحت على الاخر. دي لعبة تتلعب برضو من راجل حريف زيك. انت كده كشفت الملك خالص. في الحالة دي هقول لك كش ملك. اعترفت وسلمت ولا لسه هتقاوح؟ انا بقول ان احنا نأجل اللعبة دي اليوم تاني. الله الله، هتروح فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه برضو؟ ايوه معلش، اصل انا عندي صداع شويه وعايز انام بدري. لا سلامتك، الف سلامه من الصداع. ولو ان انا ما بفوتش حقي، انما انت كده اعتبرك سلمت خلاص. ولو ان انا عمري ما استسلمت بسهوله ابدا، لكن الظاهر المره دي انت خدتني وانا تعبان شويه. سلامتك، ألف سلامة من التعب. خلاص أوكي، خليها مرة تانية. أنت هتروح مني فين يعني؟ طيب تصبح على خير. مع السلامة يا فندم. شرفتوني وأنستوني، أهلا بيكم. أسعدتوني بالزيارة دي والله. مش عارف كنت هقعد لوحدي أعمل إيه يعني. يا مرحبا بيكم. إبراهيم بيه.
عرفتك. تصبح على خير. تصبح على خير. سلامتك يا سلامة. مع السلامة المرزين. سيادة اللواء تصبح على خير. تصبح على خير يا فندم. نورتيني. مش فاهم حاجة من اللي بيحصل. ده راجل غريب جدا. معقولة يعزمكم على العشاء وابنه لسه حاصله ال يا ابراهيم انا قلت لك انه ده نوع خاص من الرجالة. ما صدقتنيش. بعدين ما تنساش انه ده راجل عسكري يعني بطبعه صلب ومحارب. ولو ده حتى المركز الطبي بتاعه اللي فرحان اللي بيه حرقتهوله وبرضه واقف على رجليه. لا 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 في حاجة تانية احنا مش واخدين بالنا منها ابدا. وانا عندي نفس الاحساس يا ابراهيم. رغم ذوقه ورقته الشديدة الليلة دي كانت عينيه فيها نظرة جافة غامضة وبردة ما فيهاش الطيبة اللي انا تعودت اشوفها فيهم. انا متأكدة ان الراجل ده شاكك ويدبر حاجة. الله. طب لو شاكك ساكت ليه؟ ما بيبلغش. لا 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 في حاجة تانية خالص احنا مش واخدين بالنا منها. مش جايز بيفكر ينتقم لابنه بنفسه مستني اللحظة المناسبة. ابدا دي كمان طلعت منك اوت لان ده مش طبعه. انت لسه قايلة حالا دلوقتي انه راجل محارب متعود على المواجهة. لو كان شاكك في حاجة كان واجه. مش عارفة اقولك ايه يا ابراهيم. مش عارفة بس انا مش مطمنة خالص. ده حتى حقنة الانسولين بطل ياخدها من ايدي. وده من امتى ده؟ يعني بعد اختفاء ابنه نصر. غريب. كل شيء حواليا بقى غريب. حتى انت يا ابراهيم. انا؟ ايوه. تقدر تقول لي ليه خبيت عني ان ساره اتقبض عليها في شرم الشيخ؟ ايوه لاني كنت عارف انكم هتنزعجوا جدا وهتتضايقوا وهتعملوا زيطه وزنبريطه بدون اي داعي. خصوصا بعد اللي حصل لانجي. يا جايب ان موضوع القضيه بتاع الدولارات ده هيطلع في شينك. ده نوع خاص من الرجاله ما صدقتنيش. بعدين ما تنساش هو ده راجل عسكري يعني بطبعه صلب ومحارب. ولو حتى المركز الطبي حرقته له لسه برضه واقف على رجليه. لا احنا في حاجه مش واخدين بالنا منها خالص. هقول انا ايه يا عمتي؟ ده انت لسه ما جلستيش. يلا يلا اهو. طب ممكن بسرعه بقى لحسن حد يطب علينا مبوظ لنا الموضوع. ماشي ماشي بس ما تنسيش الموبايل. ها ايه ده؟ نسيت احطه في الشنطه. يلا. جاوب على السؤال اللي هسأله لك بقى او لا. هايدي عندك؟ كويس قوي. اسمعي الكلام اللي هقوله لك ونفذيه بالحرف الواحد. دي الطريقه الوحيده اللي هتخرجي من المأزق اللي احنا فيه ده. حاضر. ايوه جاهزة. ايه؟ قرب شوية كده على وشها. انا حاسس انهم كشفوا المراقبة وبيلعبونا. ايه
سبعة. برضه لا، كل ده تمثيل. انا واثق انها كشفت المراقبة. اوعي تخليهم يحسوا انك كشفتيهم، وتصرفي بالفعل حذر والهدوء. بالظبط كده، هيا سيبي البيت وانزلي، وانتي عارفه احنا هنتقابل فين. لو حسيت انهم ماشيين وراكي ارجعي البيت على طول. ماشي مفهوم، بس انتي ما تتاخريش عليا. مع السلامه. خلاص جهزت. في ايه؟ هو في حاجة حصلت؟ يا حبيبتي مفيش مفيش، بس أنا حاسة كده بدوخة، وزي ما تقولي ركبي كده مش شايلاني. ما تخافيش يا هادي، مفيش حاجة، هادي تعبانة يعني وعايزة أنام شوية. تنامي؟ احنا مش هنمشي ولا ايه؟ هايدي مش هتفرق قوي يعني لو مشينا النهارده بكره اللي بعده. هايدي ركزي معايا، ركزي معايا يا بنتي. انا في شويه حاجات عايزاكي تجيبيها من السوبر ماركت يا هايدي. مشوار كده. مشوار ايه؟ اهي الحاجات من السوبر ماركت. ها زي ما قلت لك حبيبتي، حاجات مهمة هتجيبيها من السوبر ماركت وترجعي. ما تتأخريش عليا.